فهمته غلط، واحنا زمايل واصحاب ومفيش حاجه من اللي اتقالت صح. حالة شيحة بتفاجئ الكل وبتكشف مفاجاه غير متوقعه عن صورتها مع احمد سعد. يا ترى ايه الحكايه؟ حالة شيحة تصدرت محركات البحث في الايام اللي فاتت، خصوصا بعد انتشار صورتها مع احمد سعد واللي كانت في فرح جميل عوض. حالة اتصورت مع احمد سعد وكانت لابسه فستان مكشوف، وكان باين بينهم الود والقرب اللي خلى ناس كتير تتكلم عن العلاقه بينهم. وفي عدد كبير من المتابعين بدأوا يتداولوا صور حلقة ويقولوا إنها في علاقة جديدة مع أحمد سعد، لدرجة إن في ناس بدأت تبارك لهم وشايفة إن ارتباط حلا بسعد هيكون طريقها إنها ترجع زي الأول بعد الأزمات الكتيرة اللي دخلت فيها، ده غير كمان أزمات سعد الأخيرة وأبرزهم الانفصال عن زوجته عليا بسيوني. لكن المثير كان في رد حلا على المذيعان دي وتأكدها إن مفيش حاجة بينها وبين أحمد سعد، وقالت في تصريحاتها: والله مفيش حاجة بينا، إحنا اتقابلنا في فرح وتصورنا زي باقي الضيوف والناس فهمت غلط. مش بس كده، لكن كمان حلا كشفت مفاجأة وقالت: أنا لو ارتبطتها علم بشكل رسمي، ولكن خلال هذه الفترة بركز على تقديم أعمالي الجديدة وشخصيات مختلفة لم أقم بتقديمها من قبل. حلا شيحة كانت لغز كبير سواء لزمايلها في الوسط الفني أو كمان في المقربين منها بسبب المراحل الكتيرة اللي مرت بيها والتحديات اللي شافتها في حياتها. حلا ابتعدت عن الفن أكتر من مرة وأعلنت الاعتزال، وفي النهاية رجعت تاني. لكن المفاجأة كانت في التغير الكبير في حياة حلا واللي صدمت الكل باللي حصل في حياتها. البداية كانت مع سنة 2003، ارتدت حلا الحجاب واعتزلت الفن لفترة قليلة قبل ما ترجع مرة تانية لخلع الحجاب، وبعدها اعتزلت الفن مرة تانية عام 2006 بعد مشاركتها في فيلم كامل الأوصاف مع الفنان الراحل عامر منيب واللي ظهرت فيه بالحجاب. مش بس كده، لكن كمان في عام 2007 كان قرار الفنانة حلا شيحة مفاجئ لجمهورها بعد ما لبست النقاب واعتزلت الفن بعد ايام من اعلانها الزواج من رجل يحمل الجنسية الكندية اسمه يوسف. كان اعلان دخوله الاسلام قبل زواجهم باربع سنين تقريبا، ووقتها خرجت حلا شيحة في مداخلة مع احد القنوات الدينية وقالت: الشيطان وعدم وجود اصدقاء صالحين كانوا السبب في عودتي للتمثيل، واعلنت عن ندمها على بعض الاعمال الفنية اللي شاركت فيها. سنة 2018 وبعد 11 سنة من زواجها بالكندي المسلم انفصلوا وما اكتملتش علاقتهم بسبب خلافات زوجية. خرجت بعد حلا شيحة علشان تعلن تخليها عن الحجاب وقررت خلعه ورجعت مرة تانية للفن. قرارها ده أحدث حالة كبيرة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي، وقالت وقتها أنها خلعت النقاب لأسباب شخصية ومش معناه أنها ضده على الإطلاق، وأن الموضوع في النهاية ده قرار شخصي. في 8 فبراير 2021 احتفلت حلا شيحة والداعية معز مسعود بعقد قرانهم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وعزموا عدد محدود من الضيوف، وظهرت حلا شيحة في زفافها وهي لابسه الحجاب، وقامت بنشر مجموعه من الصور خلال عقد القران بالحجاب قبل ما ترجع مره تانيه وتقلع الحجاب وتنفصل عن معز مسعود وترجع مره تانيه للتمثيل.